اتولد في سنغافورة وعمره ما كان بيفكر انه يكون سباح ولا انه ياخد ميدالية ذهبية في السباحة في الأولمبياد، جوزيف سكولينج. بس لما والده كان هيغرق مرتين قرر والدينه يخلوه يتدرب على السباحة علشان لما ينزل البحر يبقى في أمان، ودي كانت اللحظة اللي غيرت حياته وغيرت تاريخ بلاده في الرياضة. في المدرسة خدوا بالهم انه موهوب في السباحة، عشان كده اهتموا بتدريباته وكانوا شايفين انه ممكن يكون بطل سباحة في المستقبل. بدأت التدريبات وكل ما كان يكبر شوية كان يتأكد ان السباحة هي الحاجة الوحيدة اللي هو عايزها فعلا وعايز يحقق فيها انجازات. وقتها قرر ان هدفه في الحياة هيبقى انه يحقق ميدالية اولمبية لسنغافورة. وفي مرة والده كان مستضيف فريق السباحة الاولمبي الامريكي في نادي ريفي في سنغافورة، وكان معاهم الاسطورة ومثله الاعلى مايكل فيليبس. وفجأة وهو قاعد بيذاكر لقى والدته بتنادي عليه وتقول له جو الحق مايكل فيليبس هناك اهو. نزل جري عليه بسرعة وخد معاه صورة، ودي كانت اهم صورة في حياته. ومحدش وقتها كان يعرف ايه اللي هيحصل بينه وبين مايكل فيليبس بعد كذا سنة. قرر يسافر امريكا عشان يتدرب بشكل احترافي ويستعد لمشاركة في الاولمبياد. بس في سنغافورة الابن لازم يفضل عايش مع ابوه وامه لحد ما يتجوز، وهو كان الابن الوحيد. سافر امريكا وهو عنده 13 سنة عشان يبدأ يمشي في الطريق اللي هيحقق منه حلمه وحلم عيلته وبلده كلها. فضل يتدرب بكل قوة لحد ما جت سنة 2012 وتأهل للمشاركة في أولمبياد لندن وهو عنده 17 سنة. كان مسافر لندن وهو بيفكر هيكسب كام ميدالية ذهب وكام ميدالية فضة، كان واثق في نفسه بشكل مش منطقي. دخل سباق 200 متر فراشة وهو بيستعد أنه يحقق أول ميدالية ذهبية لسنغافورة في الأولمبياد. بس قبل ميعاد السباق بدقايق قليلة كان في خبر صادم مستنيه. المسؤولين قالوا له إن النضارة بتاعته وواقي الرأس غير صالحين للمنافسات الأولمبية وكان لازم يغيرهم في السباق. الخبر كان صاعق بالنسبة له لأنه متعود على النضارة وواقي الرأس بتوعه وبيتفائل بيهم جدا. خلص السباق وهو ما كانش في المركز الأول ولا التاني ولا حتى التالت، كان في المركز الأخير، وده طبعا مش بسبب تغيير النضارة وواقي الرأس، لكنه كان بسبب إن ما عندوش خبرة المشاركة في الأولمبياد وما كانش مستعد للمنافسة بشكل كويس، وكمان إنه حط لنفسه هدف إمكانياته ما تسمحلوش إنه يحققه. ولحظة نهاية مشاركته في أولمبياد لندن 2012 كانت هي لحظة بداية استعداده لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016. خد تأجيل من تأديات الخدمة الوطنية في سنغافورة عشان يقدر يتدرب بشكل أكبر وأحسن في السنين اللي قبل الأولمبياد، لحد ما وصل الأولمبياد وهو المصنف الأول في سباق 100 متر فراشة. بس هو مش هيلعب في السباق لوحده، هيلعب ضد متسابقين من ضمنهم مثله الأعلى والأسطورة وأكتر لاعب حقق ميداليات في تاريخ الأولمبياد مايكل فيليبس. بدأ السباق وهو في كامل تركيزه بيحاول إنه يحقق المعجزة، ولحد نص السباق ما كانش عارف مين اللي متقدم. وقت الدوران عند الخمسين متر بص بسرعة على اليمين وعلى الشمال لقى نفسه متقدم في السباق. كمل بكل قوة قبل النهاية بخمستاشر متر بص بسرعة على اليمين وعلى الشمال عشان يعرف فين باقي المتسابقين ولقى إنه لسه متقدم. وقتها قال مش ناقص دلوقتي غير إنه يلمس بإيده حائط النهاية، بس في الوقت ده ما كانش بيلمس حائط نهاية السباق، كان بيلمس حلم حوالي 60 مليون مواطن سنغافوري بتحقيق أول ميدالية ذهبية في تاريخ بلده. كان بيدخل سنغافورة التاريخ بأول ميدالية ذهبية ليها في الأولمبياد. وقف على المنصة والنشيد الوطني سنغافورة بيتعزف لأول مرة في الأولمبياد، وكل شعب سنغافورة بيغني معاه ماجولا سنغافورة. وبعد ما رجع سنغافورة كان في استقباله موكب رسمي مشي بيه في الشوارع وسط الناس وهم بيحتفلوا مع بعض بأول ذهبية لبلادهم في الأولمبياد.